مبدئيا تسليم قصر الرئاسه ووصول لجنه من التحالف العربي لتسليم بقيه المؤسسات خطوه في الاتجاه الايجابي، ويتبقى تسليم بقيه مؤسسات الدوله للشرعيه كما نص بيان التحالف العربي، ومن ثم الذهاب الى حوار جاد يؤسس لواقع جديد يقفز على الاختلالات الموجوده. المكونات الجمهوريه المعاديه للمشروع الايراني في اليمن تحتاج للعمل مع التحالف العربي لهندسه واقع جديد يقفز على جميع الاختلالات القائمة. صحيح أن المثالية في النظرة أحيانا لا تواكب الواقع، لكن الإعلام والرؤى المستقبلية يجب أن لا تستسلم لهذا الواقع، كون أن هنالك فجوة كبيرة ما بين ما يجب أن يكون وما هو واقع الآن، ولكن يظل هنالك واجب الإعلام استشراف المسارات المستقبلية المشرقة، العمل على نقاط الضوء وهي كثيرة من أجل التأسيس لواقع جديد يقفز على هذه الاختلالات. ممكن أن نذهب كل طرف يذهب للتصعيد ضد الآخر، كل طرف يذهب للتحرض ضد الآخر، لكن في الأخير هذا لا يخدم إلا المشروع الإيراني. وبالتالي أعتقد أنه الأمور الإيجابية التي صدرت من الإخوة في المجلس الانتقالي يجب أن تستغل للتأسيس لشراكة حقيقية في ترتب الأوراق نحو معركة التحرير، لأنه المزيد من ضخ التصعيد والتصعيد المضاد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي هو يربك الموقف أكثر، وبالتالي أعتقد الحقيقة أسأل، يعني منذ قليل كانت لدينا أخبار عجلة على شاشتنا بأن وزارة الخارجية اليمنية تستأنف العمل في المؤسسات في عدن، ولكن أنا أسأل عن بعض ما سرب من قبل المجلس الانتقالي مما سمي اشتراطات، أنه مثلا المجلس الانتقالي يقول نريد أن يكون الحكومة كلها للجنوبيين، يعني مش عاوزين شماليين في إدارة أي مؤسسات حكومية في عدن، وبالتالي أسأل على هذه النقطة بالإضافة لهذه التظاهرة التي ترى صورها على شاشاتنا الآن والتي دعا إليها المجلس الانتقالي، والتي اعتبرت جزء من تعكير الأمر أو جزء من الاستمرار فيما سمي الانقلاب بهذا الشكل.